وأنا أقلب نظري في الناس من حولي، يلفتني الإنسان الكريم في مشاعره، الذي يعبر عن كل جميل يجول في خاطره، لا تفوته فرصة أن يفرح إنساناً بكلمة أو رسالة أو حتى ابتسامة. يلملم شتات المتعبين، ولا يبخل في تفقد من ينتظر منه إشادة أو مجاملة، تحيي الإنسان في داخله وتزرع الثقة في نفسه وتشعل ضوءاً كاد أن ينطفئ في روحه. يقدم كلمة الحب وجبر الخواطر على ما سواها، يمسح دمعة الحزن وهي عالقة في عين المكسور، يعيش معك لحظة الفرح كأنها لحظته الخاصة، يصفق لنجاحاتك قبل الجميع ويربت على كتفك مع كل إنجاز جديد. لأجل كل ذلك أحترم صاحب الذوق الرفيع وأحب الكريم في مشاعره.